من حزب الله فتح جبهة الإسناد لقطاع غزة على الحدود مع فلسطين المحتلة. دأب المسؤولون الإسرائيليون على إطلاق التهديدات بتدمير لبنان وحزب الله، وعلى مدى أكثر من 8 أشهر اتخذت التهديدات أشكالا مختلفة ومنحا تصاعديا مع ازدياد الأعمال العسكرية عند طرفي الحدود. تهديد بالحرب على لبنان بلش من كانون أول. في حدا اليوم عامل إحصائية، نتنياهو جالنت وهاليفي وفلان قد ايه مهددين، يمكن يعني قريب 200 قال شوي، اي تصريحات تهديد على مدى 8 أشهر، هذا لا يخيفنا. أحصت الدولية للمعلومات أخيرا 178 تهديدا أطلقها بنيامين نتنياهو ووزرائه يوف جالانت، إيتمار بن غفير، وبتسليئيل سموتريتش، ورئيس أركانه هيرتز هاليفي. وقد ركزت أغلب التهديدات على تدمير لبنان وحرق حزب الله وصولا إلى إعادة لبنان إلى العصر الحجري. زار نتنياهو الحدود الشمالية مع لبنان أكثر من مرة. طبعا الزيارات كانت تترافق مع استنفار جوي وبري لجيش العدو، ومن هناك أطلق تهديده الأول وتحديدا بتحويل العاصمة بيروت والجنوب إلى غزة جديدة، وكرر الأمر نفسه بعدما اشتعلت كريات شمونة. אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ודרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. وزير الحرب يوف جالانت رفع من سقف تهديداته، وقال أيضا من الشمال الخالي أنه سيتم إعادة لبنان إلى العصر الحجري، من دون أن ننسى المنجنيق عند الجيش الإسرائيلي. أحذر حزب الله ونصر الله من ارتكاب خطأ. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي ودفعت ثمنا باهظا جدا. إذا حصل هنا تصعيد أو حرب، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. ومن بوابة اليمين المتطرف هدد بن غفير بحرق الجنوب وحزب الله بعدما احترقت كريات شمونة، فيما توعد سموتريتش باحتلال أجزاء جديدة من جنوب لبنان. الآن مهمة الجيش تدمير حزب الله. لا يمكن أن تتعرض أرضنا للضرر والاستهداف وأن يتم إجلاء الناس من هنا. يجب أن لا يكون هناك وضع هادئ في لبنان. إنهم يشعلون الحرائق هنا، ويجب حرق جميع معاقل حزب الله وتدميرها. الحرب. كذلك كان لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتز هاليفي بعض الطلات على الشمال، من دون أن ينأى بنفسه عن حفلة التهديد. لقد قرر حزب الله مساء 7 أكتوبر الماضي المشاركة، مما يستوجب جعله يدفع الثمن غاليا جدا. الأمر المقلق بالنسبة لكل هؤلاء أن الوعود هذه لم يصدقها لا الحليف ولا العدو، فراح رؤساء مستوطنات الحدود الشمالية يسخرون من حكومتهم. مثلا إيتان دافيدي رئيس مستوطنة مرجليوت أو قرية هونين اللبنانية المحتلة قال إن الذي يدير المعركة في الشمال هو حزب الله. أما رئيس مجلس مستوطنة المطل ديفيد أزولاي فطالب بقطع الطرق وفصل الجليل عن دولة إسرائيل حتى تتحمل مسؤوليتها. لا شك أن التهديدات الإسرائيلية هذه وأن طبقها مطلقوها تعني أن لبنان سيكون أمام أيام صعبة، لكنها في الوقت نفسه تعكس بشكل واضح نية إسرائيل الإجرامية تجاه لبنان وشعبه، ولما لا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية كما حصل في غزة، من دون أن ننسى أنه طيلة الأشهر الماضية دفع عشرات المدنيين ثمن المواجهة المستمرة. ولكن آخر تهديد إسرائيلي للبنان كان لإيلي كوهين، الذي يبدو أنه مش دارس درسه منيح. أنا أقول لكم بصورة برورة، إن بإسرائيل تيه أفسكات خشمال של شعوت، بلبنان تيه أفسكات خشمال של خدشين. شهور من التهديد والوعيد، إحراق، تدمير، عصر حجري وغيرها، ولكن القاسم المشترك الوحيد في كل هذه التصريحات كان الدبلوماسية التي فرضت نفسها في خطابات المسؤولين الإسرائيليين وسبقت أي تهديد بالحرب كحل أولي للمواجهة في الشمال المحتل.